قال رحمه الله: وقال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم أورد هذه الآية وهي قوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. قبلها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. حقيقة هنا يا إخوان في قول رب العالمين سبحانه وتعالى في وصف أهل الذكر بهذه الصفة، قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. في قوله رجال في إشارة إلى حقيقة الرجولة المفتقدة عند أكثر الناس، في حقيقة الرجولة المفتقدة عند أكثر الناس. حقيقة الرجولة أن يعمل الرجل بما خلق له، هذه الرجولة وهذا الجسم وهذه الصحة وهذه العافية. لماذا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فمن خرج عن ما خلق له وأوجد لتحقيقه خرج عن الرجولة. بعض الناس عندما يسأل عن حقيقة الرجولة يقول: الرجولة فتل الشوارب. تجد يفتل شاربه ويحلق لحيته، والشارب يفتل ويرفع إلى أعلى ويمشي ويظن أن أكمل الناس رجولة وأن ما في الرجولة أشد منه. وتجد مضيع دينه، لا صلاة ولا عبادة ولا ذكر، ويظن أنه هو الرجل. لا، وبعظهم يظن أن الرجولة الظلم والاعتداء والبطش وإيذاء الناس وأخذ حقوقه إلى آخره، يظن هذه الرجولة، وأن الرجل الذي يحسن الاعتداء على الناس ويحسن البطش ويحسن الإساءة، يقول هذه الرجولة. وأما الذي خلق له وأوجد لتحقيق ما يحسنه ولا يعرفه ولا يدري ما هو، ليست هذه الرجولة. الرجولة هنا رجال، من هم؟ ما صفتهم؟ قال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هؤلاء هم الرجال. من الذي وصفهم بهذه الصفات؟ الذي خلقهم تبارك وتعالى وأوجدهم، رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا سبحان الله يا إخوان، عندما يغفل الإنسان عن حقيقة ما خلق له وأوجد لتحقيقه يذهب ذهنه مذاهب بعيدة، تراه مسكين يريد أن يحقق الرجولة ولكن في توافه الأمور وخسيس الأشياء. يريد أن يحقق في نفسه الرجولة ويثبت لنفسه يثبت رجولته فيمارس توافه الأمور وخسيس الأشياء وحقيرها ودنيء الأمور، وهو بين نفسه يظن أن هذه المراجل وأن هذه أفعال الرجال. لماذا؟ لأنه ضيع ما خلق له، فأصبح تائها ضالا، يمشي أعمى في حياته، لا يبصر حقائق الأمور. فالذي يريد أن يعرف الرجولة بأكمل صورها وأبهى حللها وأجمل مظاهرها تجدها في هذه الآية: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه حقيقة الرجولة. فالشاهد أن الآية فيها بيان لفضيلة الذكر ومكانته، وأن أهل الإيمان أهل الطاعة أهل المراجل حقا وصدقا هم المعتنون بذكر الله تبارك وتعالى، الذين لا يشغلهم عن ذكر الله شاغل ولا يلهيهم عنه ملهم، لا بيع ولا تجارة ولا ولد ولا غير ذلك.